عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة تعليمية، والتي نحاول من خلالها تسليط الضوء على كل ما هو جديد وتعليمي مفيد للطلبة والطالبات. حلقتنا عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، اخترنا أن تكون هذا الأسبوع من داخل إحدى الكليات الجديدة، وهي كلية جوليس يوروبيان كوليدج، أو كلية جوليس للسياحة والفنادق. معنا بداية السيدة فتحية عمر عثمان، نائب المدير العام لجوليس يوروبيان كوليدج أو كلية جوليس للسياحة والفنادق. أهلا بحضرتك معنا في هذه الحلقة. أهلا بكم أستاذة فتحية. متى تؤسست هذه الكلية لخدمة الطلبة والطالبات بالصومالات؟ كليتنا كلية جوليس للفندق والسياحة حديثة وليدة، لها شهر واحد من الزمن تقريبا. تم الافتتاح في 28 شهر فبراير عام 2015. لماذا أسست هذه الكلية؟ هل هو لجني الأموال أو لخدمة الوطن والطلبة والطالبات؟ الجميع يرغب في جني الأموال، لن نقول أننا لا نرغب في جني الأموال، نرغب في ذلك، ولكن الأساس هو خدمة أبناء وطننا وتوفير دراسات ولم تكن متوفرة لهم هذه. نعم، جوليس يوروبيان كوليدج أو جوليس للفندقة والسياحة بالصومالي هي الأولى، ليس بالصومالي فقط بل هي معظم البلدان الجوار. القرن الأفريقي ما ليس لديهم هندسة وسياحة، فهذه فكرة جديدة. ما هي أقسام هذه الكلية؟ لله الحمد. نعم، فكرة الفندقة والسياحة أو فكرة كليتنا حديثة في كل القرن الأفريقي. ما المواد اللي بندرسها أو التخصصات التي ندرسها هنا؟ بداية لدينا دبلوم مدة سنة ونص، اسم الدبلوم Hospitality Management اللي هي إدارة الفندق أو الفنادق، ثلاثة أترام كل ترم 6 شهور. وعندنا أيضا شهادات أو برامج قصيرة المدى مدة 6 أشهر، أحدها لإعداد الطعام، الآخر لتقديم الطعام اللي هي الويترز تقديم السيرفيس، الأخرى هي خدمة الريسبشن استقبال في الفنادق. عندنا أيضا شهادة لجميع عمليات الفندقة هوتيل أوبريشن، جميع أعمال الفندق، شهادة أخرى للهاوسكيبينج خدمة الخدمة داخل الفنادق. فهذه الشهادات التي نعطيها. بالإضافة لذلك نحن نعلم اللغة الإنجليزية والعربية. أيضا لديكم لغات هنا في الكلية؟ نعم. ده بصرف النظر عن السياحة والفنادق أو هو في ضمن تخصص السياحة والفنادق؟ أي نعم، الطلبة الذين ينضمون لأحد برامجنا نوفر لهم أو نعلمهم اللغة العربية والإنجليزية مجانا. فإذا أخذ الطالب أحد البرامج مثل برامج إعداد الطعام فنعلمه اللغة الإنجليزية والعربية مجانا. بالإضافة إلى ذلك عندنا تعليم اللغة الإنجليزية كبرامج منفصلة، فيستطيع الطالب أو الطالب أن تستطيع أن تأتي إلينا ونعلمها اللغة العربية فقط بدون أن تتعلم المهارات الأخرى والبرامج. أستاذة فتحية عمر عثمان، نائب المدير العام لجوليس يوروبيان كوليدج بالصومالي، جوليس للسياحة والفنادق، ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الطالب أو الطالبة الراغبون في الالتحاق بهذه الكلية؟ هل هناك شروط صعبة أم شروط ميسرة؟ أطلعيهم على هذه الشروط. شروطنا ليست تعجيزية ولا صعبة، لأنه أساسنا الأساس أو رغبتنا هي خدمة أبناء الوطن. فالشرط الأساسي الأول هو أن يكون أو تكون الطالبة خريجة الثانوية العامة. الشرط الثاني أن تكون أو يكون الطالب حسن السيرة والسلوك. إذن ما هي المراحل الدراسية التي تتبع هنا بكلية جوليس يوروبيان؟ مراحلها الدراسية هل هي فترة طويلة المدى أم قصيرة المدى؟ بالنسبة للدبلوم فكما أسلفت مدته سنة ونصف، ثلاثة أترام كل ترم 6 شهور. بقية البرامج هي برامج قصيرة المدى 6 أشهر. إذن بالنسبة للدراسة، كيف يقوم الطالب والطالبة بالدراسة بجوليس يوروبيان كوليدج؟ معظم دراستنا عملية، فلدينا مطبخ مجهز بأفضل وأحدث الأجهزة، كما لدينا أيضا مطعم، فكل معظم الدراسة عملية، فالطالب يتعلم ويتدرب في نفس الوقت. عندما تنتهي مدة تدريبه أو تعلمه يكون قادر على القيام
بمهمة التي تخرج منها، فيستطيع أن يطبخ إذا كان طاهي، أو يستطيع أن يعمل في تقديم الطعام أو في أحد الفنادق. طب بالنسبة للطبخ في جوليس يوروبيان جوليس، نود أن تطلعينا عن المزيد من المعلومات عن هذا المضمون فقط. أي. بالنسبة لبرنامج الطبخ أو فن الطبخ الكورس، نعلم الطالب في كل يوم عملي، نعلم مجموعة من الأكلات وليس طبق واحد، نعلمه كيف يصنع أحد الشربات، نوع من أنواع السلطات، طبق رئيسي، مشروب، بالإضافة لنوع من الحلويات. فنحاول أن نعلمه أطعمة أو كيفية إعداد أطعمة من جميع دول العالم خلال هذه الفترة الزمنية. إذن الأستاذة فتحية عمر عثمان، النائب المدير العام لجامعة جوليس للسياحة والفنادق بالصوماليلاند هنا، أو جوليس يوروبيان كوليدج، مما لا شك فيه أن هذه الكلية هي جديدة بالصوماليلاند والقارة الإفريقية أيضا، لكن لا يعلم الطالب أو الطالبة ما هو الجديد في تعلمه. لدى تخرج الطالب أو الطالبة، ماذا سوف يحمل من دراسة جامعية أو كلية؟ لذا ما هي الشهادة المتبعة لديك؟ شهادة بالنسبة للبرنامج الطويل المدى سنة ونصف دبلوم، فيحصل على شهادة دبلوم. البرنامج القصير المدى التي مدتها 6 أشهر، فستكون شهادته شهادة اللي هي 6 أشهر. بالإضافة إلى الشهادات، أستاذ ليس جميع العلم شهادات، سيتعلم خلال هذه الفترة المهارات، كثير من المهارات، وسيتعلم في جو يشبه الحب والألفة، بالإضافة إلى استخدامنا لأحدث تقنيات التعليم واستخدام الاستراتيجيات التعليم. أستاذة فتحية عمر عثمان، نائب المدير العام لجامعة جوليس يوروبيان كوليدج بالعاصمة الصوماليلاند، هل هناك فرق بين كلية جوليس والكليات الأخرى بالنسبة للفروع الأخرى بالصوماليلاند هنا؟ هل هناك فرق مختلف بالنسبة للطالب أو الطالبة؟ أو بمعنى آخر، ما هي الفائدة التي تعود على الطالب أو الطالبة لتخرجهم من هذه الكلية؟ أكيد الكثير من كليات الوطن تتيح للطالبات والطلبة العلم وفي مستويات رائعة جدا، ولكن جامعتنا أو كليتنا تتميز بالتطبيق العملي، فالخريج أو الخريجة يكون متمكن من أداء المهمة التي سوف توكل إليه. هذا الذي سوف نعد به من سيقوم بتوظيف الطلبة والطالبات الذين تخرجوا منه، طالبة والطالبات متمكنين ومتمكنات من المهام التي سيوكلون إليها. هل لكم علاقة مختلفة مع عدد من الفنادق الكبيرة بالصوماليلاند هنا؟ عندما تخرج الطالبة والطالبة يمكنكم أن تساعدوه في إيجاد عمل؟ نعم. بداية معظم الفنادق يرسلون إلينا موظفيهم، سواء الطباخين ليتعلموا مهارات الطبخ أو مقدمين الطعام حتى يتعلموا المهارات. بالإضافة إلى ذلك، فعلاقتنا قوية بهذه الفنادق ومدرائها، فسنوفر بإذن الله وظائف لخريجينا وخريجاتنا في هذه الفنادق. نعم. أستاذة فتحية عمر عثمان، نائب المدير العام لجامعة أو كلية جوليس يوروبيان بالصوماليلاند هنا، أو السياحة والفنادق، ما هي العهود التي تود أن تتخذيها على أنفسكم لتعليم الطالب أو الطالبة فنون من كافة هذه الفنون التي ذكرتيها، من فن وطبخ وما غير ذلك؟ سياحة الفنادق تشمل كل هذه الأشياء، ما هي التعهدات التي تتخذونها على أنفسكم توجهون هذه الكلمة لأولياء أمور الطلبة والطالبات، تعيدوهم من خلالها بعدم ضياع فرص تعليمية لأبنائهم؟ نعم، نعيد أولياء الأمور وجميع مواطني بلادنا الحبيبة بأن خريجين وخريجاتنا سوف يكونون على المسؤولية، وسوف يكونون أناس قادرين على القيام بالعمل، لأن المهارات التي نعلمها مهارات حقيقية يحتاجوها، ومعظم الدراسة تعتمد على التطبيق العملي وليس النظرية. نعم. إذن هل يمكن أن تطلعينا على العدد الإجمالي الذي يدرسون الآن من طلبة وطالبات بالجامعة بكلية جوليس؟ نعم، لله الحمد، كما
ذكرت لك سابقا فإن تم افتتاح كليتنا في 28 من شهر فبراير للعام الحالي 2015، والآن نحن في 8 من شهر مارس العام نفسه. خلال هذه المدة القصيرة بلغ طالباتنا عددهم 107 طالبة وطالبة في هذه الفترة القصيرة، فهذا العدد المتوفر. وبالنسبة للفترة القصيرة أعتقد إذا ما هو العدد الإجمالي الذي يمكن أن تستعبه كلية جوليس يوروبيان سياحة وفنادق بسومادلاند؟ هنا كما نرى أن هناك العديد من المباني والتجهيزات والاستعدادات، ما هو العدد الإجمالي التي يمكن أن تستعبه هذه الكلية؟ الكلية كبيرة تستوعب 300 طالب وطالبة، ولكن سأخبرك بأننا لا نسمح بتكاثر عدد الطالبات في الفصل أو الطلاب في الفصل الواحد. ففي الدروس العملية أو في الكورسات أو البرامج العملية مثل إعداد الطبخ لا يتعدى عدد الطلبة والطالبات على 20 طالب وطالبة في الفصل الواحد. نعم، لا يتعدى، لأننا نريد خريجين قادرين على ومتمكنين من أداء هذه المهام، وليست ففصولنا ليست مكتظة ولا يزيد العدد عن لكي يسمح للطالبة والطالبة التفاهم بإمعان. جوليس يوروبيان كوليدج بالسومادلاند وهنا والعاصمة هرجيسة، هل لكم علاقة أوسع نطاق مع إحدى الجامعات الكبيرة خارج الوطن؟ يمكن مساعدة الطالب لدى أو الطالبة عند الانتهاء من دراسته هنا خلال سنة ونص أو كمثل ما قلتم، أن تساعدوها للالتحاق بالكليات خارج الوطن؟ نعم، كما أخبرتك كليتنا وليدة، ولكن هذه من الأشياء التي سوف نقوم بها بإذن الله، بالذات في البرامج طويلة المدى في الدبلوم، دبلوم خريجي، دبلوم سنة ونص، سوف نتيح لهم بإذن الله أو لبعض منهم نساعدهم نتيح لهم استكمال دراستهم في كليات وجامعات عالمية. أستاذة فتحية عمر عثمان النائب الأول لمدير عام كلية جوليس، هل لكم علاقة موثقة بوزارة التربية والتعليم بسومادلاند هنا وكليتكم؟ نعم، بطبيعة الحال وزارة التربية والتعليم في سومادلاند هي المظلة التي نعمل جميعا تحتها، لنا علاقة قوية بها. أستاذة فتحية عمر عثمان نائب المدير العام لكلية جوليس، هل لك أن تعطينا فكرة مبسطة وتعطي للمشاهدين والمستمعين أيضا عبر الإذاعة والتلفزيون السيرة الذاتية عن حضرتك؟ نعم، أنا خريجة جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، حاصل على ماجستير في تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، عملت في وزارة التربية والتعليم لمدة 18 عاما، كنت معلمة للغة الإنجليزية لمدة 7 سنين، ثم أصبحت مشرفة للغة الإنجليزية موجهة لعدة سنوات، وفي السنوات الأخيرة كنت رئيسة لقسم التقنيات التعليم في وزارة التربية والتعليم. إذن إنها سيرة ذاتية حقا جيدة وجميلة، وبهذا العلم وهذه الخبرات اخترتي لماذا تتجهي إلى سومادلاند وتبدأي عملك هنا بافتتاح هذه الكلية؟ ما هو الهدف؟ رغم أنني ولدت في المملكة العربية السعودية وترعرعت فيها وعملت، ولكنني أحببت بطبيعة الحال أن بعد هذه الخبرة الطويلة أن أنتقل إلى أرض الوطن وأن أقيم شيء أو أفيد أبناء وطني بعمل بالعلم الذي تعلمته خلال السنوات الطويلة، فلعلني أقوم بذلك ويبارك الله لنا. إذن الأستاذة فتحية عمر عثمان نائب المدير العام لكلية جوليس سياحة وفنادق أو جوليس يوروبيان كوليدج، ما هي الكلمة التي تود أن تقوليها للطلبة والطالبات لدى حضورهم إلى هذه الكلية والالتحاق بها؟ ماذا تقولي لهم؟ أرحب بجميع الطلبة والطالبات للانضمام إلينا، وأعدهم بأنهم سوف يجدون جو علمي وجو اجتماعي في نفس الوقت، وأعدهم بأنهم سيتعلمون الكثير والكثير من المهارات ومن العلم. بعض الطالبة كانت هذه الأستاذة فتحية عمر عثمان نائب المدير العام لكلية جوليس يوروبيان
كوليدج هيسبيتاليتي وسياحة وفنادق بالصوماليلاند، وحوارنا معها عن افتتاحية أو متى تأسست هذه الكلية لخدمة الطلبة والطالبات وأهم المراحل التي يمر بها الطالب والطالبة. نشكركم على هذه المتابعة ونشكر حضرتك على هذا اللقاء. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة تعليمية، واخترنا أن تكون هذه الحلقة ضمن هذا الأسبوع من داخل إحدى الكليات الجديدة بالصوماليلاند بل في معظم دول القرن الإفريقي خاصة، وهي كلية جوليس أو جوليس للسياحة والفنادق. فنرجو أن تنال إعجابكم ورضاكم. معنا في هذه الحلقة شيف محمود مشرف. بداية أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمود. أهلا وسهلا مرحبين. شيف محمود مشرف، ما هي أقسام المطبخ في جوليس للسياحة والفنادق؟ إحنا بنبدأ الأول بالأقسام المعروفة بالنسبة للمطابخ العالمية. في قسم للشربات، في قسم للسلطات، في قسم للحلويات، في قسم المقبلات، في اللحوم بأنواعها الدواجن واللحوم الحمراء والبيضة، في الصوصات أقسام الصوصات، في النشويات اللي هي الأرز والباستا وأنواع المكرونات عموما كلها، في العصائر والمشروبات، أقسام كتير بالنسبة للمطبخ عموما. بيكون مفضل إن هي إحنا على أساس الأقسام كلها بنحاول ندرسها كلها للطلبة هنا. إذا الشيخ محمود مشرف أحد أخصائي الطبخ والحلويات بكلية جوليس يوروبيان كوليدج، ما هي أفضل المطابخ بالنسبة للطبخ والسيرفيس؟ بالنسبة لأفضل المطابخ، المطبخ الفرنسي بنحاول نهتم به شوية لأنه هو بيكون أفضل سيرفيس وأفضل وجبات على مستوى العالم عموما كلها. بيليها المطبخ اللي هو اللبناني، بعد كده ممكن يكون المطبخ اللي هو الإيطالي. الأفضل إحنا بنفضل المطبخ الفرنسي عموماً. إذن محمود مشرف، هل ستكون الدراسة بالكلية عملية فقط أم نظرية إلى جانب العمل؟ والله إحنا هنا بندرس للتدريس بالنسبة للدروس، بنعمل مثلاً نظافة عامة للمطبخ، إزاي ننظف التلاجات، إزاي نحافظ على الأواني بطريقة طبعاً مش بالصابون او بالحاجه، لا، ازاي نستعمل الحاجه اللي هي ممكن دايما بنستعمل البدائل في الطبخ، في النظافه، في المحافظه على ازاي نحفظ الخضروات في الثلاجات، ازاي نحفظ اللحوم، ازاي نستخدمها، حاجات زي كده. اذا ما رأيكم إذا قلنا أن جميع هذه الأشياء جديدة جدا على الصوماليلاند والطلبة والطالبات أن يتخصصوا في فن الطبخ أو فن الحلويات أو فن العصائر؟ هل هناك إقبال من جهة الطلبة والطالبات على هذه الأقسام بالكلية؟ كتير جدا. كم عددهم تقريبا؟ اللي أنا شايفه أن عندهم حب استطلاع، و
يعني مشتاقين جدا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني دايما بيحضروا حتى قبل ميعادهم يعني. إذن ما رأيكم في الطلبة والطالبات إذا اختاروا أقسام معينة نظرية فقط؟ ما رأيكم؟ لا، اللي أنا شفته قبل كده إن حتى هم جم يدرسوا النظري فشافوا فعلا، لأن البنات إحنا عندنا في أيام بيكون فيها تيست بيشتغلوا، بعد ما بنشتغل مثلا يومين او ثلاث ايام بنبدا ننفذ اللي احنا عملناه. هم الطلبه اللي بينفذوا بايديهم، بينفذوا يعني في اوقات في نهايه الاسبوع بيبداوا ينفذوا بايديهم اللي احنا عملناه كله. اذا الدراسه سوف تكون بسنه او سنتين، يعني كل ساعه في نادي جولس. ما هي عدد سنوات دراستها؟ والله احنا في عندنا دورات من شهر لست شهور لسنه ونص فقط. لغايه دلوقتي في السنه ونص موجود، اخر حاجه السنه ونص. اذا عندما ينتهي الطالب او الطالبه من جميع هذه الاقسام بكليه كولس للسياحه والفنادق، هل يكون مؤهلين للعمل في اماكن اخرى او شق بطريقهم بانفسهم في هذا العمل؟ والله انا شايف ان هم عندهم مشجعين جدا، على اساس ان حتى بداوا يختاروا من دلوقتي ازاي حتى ممكن نعمل جرنش بره بتاع الاكل او بتاع الحاجات اللي زي كده، على اساس نبدا نشتغل بره. هم بداوا يفكروا فعلا في كده. اذا ما هي الكلمه التي تود ان تقولها اولا لاولياء امور الطلبه والطالبات لكي يهتموا بصحتهم وبالمواد الغذائيه وطباختها بطريقه جيده لعدم التسمم وما الى ذلك؟ والله احنا نقول في الاول دايما بالنسبه للحوم والحاجات اللي زي دي، احنا اما جينا ندرس درسنا ازاي اللحوم بتتحفظ، ازاي ما تكونش بره الثلاجات كتير او حاجات زي كده، استعمالها دايما بيكون بطريقه معينه. في نفس الوقت اهتمام بنظافه المطبخ عموما بيحافظ على الصحه. اذا شيخ محمود مشرف، ما هي الكلمه التي تود ان تقولها للطلبه والطالبات الذين سمعوا بهذه الكليه بنا كليه جولس يوروبيان كوليدج موجودة بالصومالي، لكن لا يعلمون ما بداخلها ويخافون، ماذا تقول لهم لكي تجذبهم إلى هذه؟ والله أنا شايف أن الدراسة هنا ممتازة فوق ما يتخيلوا. حتى الطلبة اللي هم حضروا شهر وفكروا كمان أن هم يشتركوا في دورات الست شهور والسنة ونص، يعني عندهم حتى الفكرة مش مقتصرين على المنهج اللي هو الموجود، عندهم زياده دايما عايزين يعرفوا الزياده. والناس اللي هي الموجوده بره انا شايف الكليه هنا ممتازه جدا، موفره لهم كل الامكانيات بالنسبه للمعدات، يعني معدات سلستين ممتازه، ادوات يعني فوق الممتازه، كل الامكانيات من خضار للحمه لادوات لمعدات، كل حاجه موجوده في المطبخ. وبالنسبه للتدريس حتى هو كمان يأهلهم ان هم يكونوا شيفه كمان بعد كده. طب بالنسبه للمعدات، ما هي المعدات بالظبط التي تقوم باستخدامها هنا بهذه الكليه؟ والله احنا عندنا هنا في بوتاجازات باشعال ذاتي، في جريل، في شوايات، في بالنسبه للثلاجات حفظ خضار وكده، في فريزرات للحوم، في معدات بالنسبه للحلويات، بالنسبه لل تقطيع، بالنسبه للاواني، حاجات كتير جدا موجوده في المطبخ عندنا هنا. ايضا عزيز الطالب، عزيز الطالبه، معنا في هذه الحلقه التعليميه احدى طالبات جولس يوروبيان كوليدج اوف هوسبيتاليتي او كليه جولس للسياحه والفنادق. اسم حضرتك اولا لو سمحتي. السلام عليكم، انا اسمي هدن داود، انا من احدى الطالبات اللي يدرسون الكوليدج هذا. لماذا اخترت ان تكوني ضمن هذه الطالبه او الطالبات في هذه الكليه؟ والله الكليه هذه هي تكون يعني اول مره فتحت في هرقيسة، والمجالات هذه ما كانت متوفره من قبل، يعني يكون لهم يعني اول فرصه لنا ندرس يكون الكوليدج هذا في البلد. هل عدد البنات او الفتيات اكثر من البنين ام البنين اكثر؟ والله البنات اكثر. هل يعاملون البنات بطريقة طيبة هنا ويعلموهن كما يعلمون الأولاد، أم هناك فرق عنصري خفيف؟ لا، البنات أحسن،
وكمان البنات يتحمسون أكثر، ومع الأساتذة مع المتحمسين معنا، لأن البنات هم أكثر مرة كل مرة. إذن ما هي الكلمة التي تود أن تقوليها لباقي فتيات الصوماليلاند أو طالبات الصوماليلاند لكي يلتحقوا هنا بكلية جوليس يوروبيان كوليج أوف هوسبيتاليتي؟ والله أنا أقول لهم إن الفرصة هذه ما تنفعت، لازم تستفيدوا من الوقت وتشوفون معانا الأشياء اللي ندرس فيها ممتعة، وأول مرة يعني بدل ما نكون قاعدين ما نسوي أي شيء ونخلص الجامعات بدل ما لقينا شغل قاعدين في البيت، نستفيد من وقتنا. شكرا لك على هذه الكلمة. ألف مشكور. أحط الإيه دقيق ومش هضرب بالماء، هضرب بمعلقة يعود. هم عايزين أقول حطيت الدقيق بتاعي، ببدا احرك في نفس الوقت بعمل ايه؟ بحط البيكنج باودر. انا كده بدات ايه، احط البيكنج كله. وابدا احرك بالشكل ده يا جماعه، من تحت لفوق. تمام؟ من تحت لفوق. في الوقت ده ممكن احط معلقه خلفه للي حابب الكيك بالايه؟ بالخلفه. الصينيه تمام. مرحة كده يا جماعه معايا؟ واضح؟ ببدا اصبها فين؟ ببدا اصبها فين؟ تمام واضح؟ نفس الشكل ده كده، وابدا احطها على درجة حرارة كام؟ 180 درجة في الفرن لمدة 25 دقيقة. 25 دقيقة على درجة حرارة 180. اوكي؟ تمام واضح كده. وفي سلطه بيت سلطه، في رز بالكاري والخضار، في كيك جزر، وكان عندنا حلو النهارده بس بتاع الصبح. waxyaabaha lagu dhigto horta haddii aan ka bixiyo sharaxaad guud waxaa ka mid ah hospitality management oo ah sanadyo 6 bilood food and beverage service isagana waxaa la yidhaahdaa maadadaasi 6 bilood baa la bartaa waxa weeyaan iyaduna sida cuntooyinka loo diyaarin karo intaasoo casimadood sida loo diyaarin karo suu qofku intaasoo casimadood iyo intaasoo qof u raali gelin karo cuntadooda u diyaarin karo. Talabaadna waxa weeyaan VIP foods baa la dhahdaa. Cuntooyinka VIP-da ayaa lagu baranayaa. Waa tan inaan anagu ka baranayno oo kale. Waa cuntooyinka VIP-da casimadaha heerka sare oo kale lagu samayn karo. Waxa kale oo lagu bartaa front office management sida reception-ka oo kale ayuu qofku baran karaa ardayda Secondary-da ka soo baxda. iyo waxa baran karaa cid kasta oo danaynaysa inuu barto receptionist-ka. Waxa kale oo lagu bartaa food preparation, iyaduna waxa weeyaan 6 bilood baa la bartaa.
وحيان عنتدي أوردن أيات برنا سالح بلوت شهادة بلوكسين أيات مركا إن قيبتا هسبتالتي مانيج منتيقة إيادو ودن كينا هورا إنتو بهرتا وقمي جرم ودن كينا إنتا سمادة هورا وقمي جرم سيدا أود أن مركا أرقم أمركا أركان إن قدوميها إن سكول كوركو أركي باهي غلواق أبو حاصرنا een ardayda sigaadirada ka soo baxaysa aanay heli karin wax barasho kale oo sano kale ay horay ugu shaqo tigi karaan ayuu sameeyay fursad tabi marka anagu in wax barashadeeda man ku guda jirnaa waxaanu baraneynaa cuntadii waxaanu baraneynaa cuntooyin kala wada duwan maanta waxaan qaadanaa shan cunto oo kala wada duwan keega gaab macaanka cuntooyinka kala la shiilayay maanta waxaanu baranay waxa ka mid ah shan cunto cross bilkaaro cunto la yiraahdo in oo lagu darayo khudaar sidii imka sawirka laga arkay oo kale oo isaguna soos wata waraskooda sameynayo iyo khubus tortilla in cunto kale cake lagu sameynayo bil karasl bil in gasar la yiraahdo oo kaaro lagu sameynayo waxaan kale baranay cunto la yiraahdo daawud baasha waa cunto iyaduna hilib iyo khudrad ka samaysan la isku shilayo ofinka la gelinayo maalin kasta waxaan baranaa markaa shan cunto oo kala wada duwan shanta cunto markaan baranno shan cisho oo wada practical aan samayno maalinta kale arbacadana waxaan galnaa wixii aan soo baranay oo dhammaan test samaynaa sheefku xagaas u joogsadaa waxaa la noo sameeyaa bakhtiyaa nasiib qof kasta bakhtiyaa nasiibkiisa soo baxay group aan naga dhiga laba qof waa la israaciyaa een wax sameeynaan cunto soo baxaysa marka cuntadaas uu soo baxdo ayuu qofkaasi cuntadaas sameeynaa marka een 12ka arday ama 15ka arday marka laba group loo qaybiyo todoba waxay noqonaysaa een min laba marka loo qaybiyo todoba group todobadii group waxay sameeynaan cuntadii la soo bartay weegiyo dhan oo sideedii sameeynaan marka waxa la baranaa cuntaan hadan wadanka hore loogu arki jirin waxaanu arki jirin oo baran jirin ma la baranay marka waxaan soo jeedin lahaa ardaydan daawanaysa dadweynahana daawanaya inay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah ee Goolis European College uu inoo keenay waddankeena oo horan uga jiri jirin jaamacadeena waxa lagu bartaa accounting and management ardayda ay dhawaan wada qaateen degree oo wada haystaan master oo wada qaateen qofna shaqo kuma helin tan laakiin marka saa u baratid waxa ku diyaar shaqadaadi marka ardayda secondary-da ka dhameystay ardayda kale ee cilmiga kale maadiga bartay إنتي كلا يا دنينا صور دار وحنا يا مهاي ودي فرنتي ويلكم. Girls European College of Technology. كوكوبات وحنا هاي أرضيات كم إذا أرضيات اللي قطها إن Girls European College and Hospitality وآه إن لقوا إن ما سوام عليهم حبيان ما شاء الله كبرتوا من تذا حبيان كذا إيه Hospitality جيدة marka maadaama ahay ardayad kamida ardayda oo la yiraahdo magacayd Maxamed Cabdullaahi marka koobad waxaan mahadcelinayaa Ilaahay marka labaad waxaan mahad qaas iska leh gudoomiyaha ee tutor Ifraax sidoo kale ee tutor Umar tutor Sheikh oo kale waxna barashayada jooga dhamaan iyo aad iyo waxaan ku farxsanahay in gobolada Soomaaliland lagu soo gudbiyo ee muxuu ahaayay xiyaabo badan ay u baahnaayeen inka soo hadar ay tahay caasimada waxaan jeclaan lahaa gobollo badan sida Buluuco, Ceeligaabo, Meelas Aanood in gobollada la geeyo oo muhiim ahaayay sidan si la mid ah guryahooda jooga ay ka helaan oo ay muhiim ahaayay heli karaan baahiyihii cuntada, qalabkii, sheefafkii waxaa farxad aad u weyn ah inaan ka mid ahay dufcadda koobaad ee ka qalin jabin doonta halkan insha Allah bi inillaahi alkariim after week cuntada kaliya mar barano waxaan baranaa xiisada ingiriisiga oo waliba expensive for one action sidoo kale arabic baan baranaa carabigana waan baranaa cuntada waxaad ku baran kartaa carabi waxaad ku baran kartaa ingiriisi waxaad ku baran kartaa soomaali marka aniga ma ahaan iminka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan intaan halkan barto Girls European College and Hospitality intaan ka barto cuntooyinka aadka u qaaliga keegaga like ee muxuu ahaayay chicken-ka digaaga waxyaabahaas oo kale aan hadda markan gobolkay ku noqdo gaar ahaan waxaan ka socdaa aniga gobolka Sool in aan iska daa inaan anigu barato oo family-gaygii ugu faa'iideeyo laakiin bulshada oo dhan ugu faa'iideeyo magacaygu waa Badra Aamin Xaaji Diiriya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay ardayda maanta dhigata Girls European College of Hospitality oo anigoo ah isbidaya inaan ahay macalimada cuntada yani dhigta oo arday badan oo reer
هرجيسا رير برع حصل كسيي عمتها عمت كرنت أو دقي كدي أنا قاعدين ينتشروا كوليج كان يوروبيان قاريس يوروبيان كوليج أن عاد ريالي واحد مارون إنا كصباحة يعني كامعات وقصباحة سد عمتها باكرية الحمد لله عاد دوم هالسنين ده كيف كرت إن ناكيني وحويان رنتي وح ودن كانوا عاد يادو قبهاي هاي هذي نقطة علمي أهان هذي نقطة واحد قريقة كأنفع سيد إلمها قاعد كأنفع سيد يعني برشيدة أباهان قاعد كأنفع سيد وحويان عنده واحد نقانا بريسة باستي وحصل على سبودار لكن مهم وحقة قفك بين هاي مجنو برتا عنده شركي سنة فقط أولى مركز تحسن واحد كبر نسا مركز يعني دحكة شيد عنده هذي قد علمي ويالتي الحمد لله إلهي بقى مهندس كلا يقدر يجي أرضيك كم إذا أرضي واحد قاعد وواحد برينيا فكرة ما هم ليش أدو مهتمين؟ قلبت إلى هالكن دوسو بوقتان هوها جوليس يوروبيان كولج أوف هوسبيتاليتي وحن أدي أدو مهند غيا تلفيشن كخرنكا و this is جوليس يوروبيان كولج أوف هوسبيتاليتي وحن بقول نسأله صعتها بجستي لاتين كذي فبراير لما بدكوني شني تبانكي سيفي عم بقول صعتها إمريكا مخوها قيبتي كوات بقى إمك إن شاء الله ويجد بكراتشوت جرونز كبح سكولتشكا وحنو هالك نقول صوب بندق نعم أنا ندرك كأنه وحنو روتشين وحنو كأنه هوسبيتاليتي أو قيب وين أو لوبا هالدلكة أو ككوبن مخوها سيدي هوتيل لو جش قينا أي عالمي جا سيدي عطين كلوس مني كلا دودون سيدي كاستمرز كلوس دوين أي وحنو كدر هي كورس هذا وح كم إذا وح ليه ده سومنلا كولتشر أند توريزم إن ودك كأنه waxaan doonayna oo aan u sheegnay dhalinyarada iyo dadka ka faa'iideysan kara college kan inay si degdeg ah muxuu u rool gareeyaan enrollment ku socdaa research ku socdaa ee waxaan doonayna insha Allah ta'ala in aanu waxa cusub ee dalka ku soo kordhinay si fiican insha Allah ta'ala uga jaan qaado soo ugu dhaqsaha badan leh idinku aad iyo aad u mahadsantihiin.